في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، قال محمد عبد السلام كبير المفاوضين الحوثيين إن اللقاء مع قيادات سعودية نتج عنه تجاوز لأهم العقبات التي كانت تواجه خريطة الطريق، وتضمنت مخاوف الجميع وحوارا سياسيا وبدأت بالملف الإنساني، مضيفا أن اللقاءات الثنائية مع المملكة خلقت حالة إيجابية من بناء الثقة وتعزيز الروابط. وكشف عبد السلام للشرق الأوسط عن تواصل الحوثيين مع المجتمع الدولي برعاية عمانية، لافتا إلى أن غالبية الدول تحرص على سلامة سفنها. كما أكد كبير المفاوضين الحوثيين أن العلاقة مع السعودية تسير بشكل جيد، واعتبر أن عمليات البحر الأحمر منفصلة عن السلام الداخلي اليمني. للمزيد ينضم إلينا من لندن السيد بدر القحطاني، محرر الشؤون اليمنية في جريدة الشرق الأوسط. أهلا بك سيد بدر. محمد عبد السلام يقول إن أجواء اللقاءات في السعودية كانت إيجابية وهي ضرورية لبناء الثقة، ما تفاصيل هذه اللقاءات وأبرز ما نتج عنها؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. أعتقد أن هذه التصريحات التي صدرت عن كبير المفاوضين الحوثيين تعتبر ثمرة من ثمرات نجاح الدبلوماسية السعودية في إنهاء الأزمة اليمنية والوصول بين الفرقاء إلى التزامات تقود إلى خريطة طريق. حديث المسؤول الحوثي والجماعة الآن تشغل وسائل الإعلام العالمية بموضوع البحر الأحمر، أعتقد أنه يأتي في توقيت مهم لأنه يريد أن يرسل إشارة ورسالة أعتقد أن أبرزها أن الجماعة تفصل ما بين الهجمات في البحر الأحمر وبين موضوع تقدم ملف السلام الداخلي الذي يرعاه ويقوده حاليا المبعوث الأممي لليمن هانس جرونبرغ. الرسائل الغربية كانت تحمل بعض التهديدات للحوثيين بأنه لن ينعموا بمسألة السلام والمكتسبات التي حصلوا عليها خلال الفترة الماضية إذا توقفوا إلا إذا توقفوا من الهجمات، وأعتقد أن هذه إحدى الوسائل الناعمة التي تريد واشنطن أن تضغط بها على الحوثيين. بطبيعة الحال هي تستخدم الرد العسكري والتصنيف الجماعة وأيضا الإعلان عن شبكات تبييض أموال وتهريب وتمرير أموال، ولكن أيضا هذه أيضا أحد المفاتيح التي تستخدمها واشنطن والغرب لكي يضغطوا على الجماعة، وأعتقد أن هذه هي رسالة الحوثيين. سيد بدر، بالنظر إلى كل هذه المعطيات والحراك المبعوث إلى اليمن والحراك المبعوث الأممي أيضا، وكما نفهم منك أن هناك رغبة حوثية في تحقيق السلام، هل نحن بانتظار صيغة جديدة للحل قائمة على صيغ واقتراحات سابقة؟ بالفعل هذا سؤال مهم، وأعتقد أن الإشارة الحوثية بمسألة خريطة الطريق عندما سألناهم عن المخاوف لدى اليمنيين من عدم التزام الجماعة، تحدث كبير المفاوضين عن مسألة أن خريطة الطريق سوف تبدأ بالملف الإنساني ومن ثم الملف العسكري. عندما نتحدث عن الملف الإنساني نحن نتحدث عن فتح الطرقات، زيادة رحلات مطار صنعاء، وهذه كلها طرق تؤدي إلى الحل السياسي وهي إحدى الخطوات. فأعتقد أن المؤشر والكلام إيجابي، بقي فقط الأفعال والانخراط في أولا رسم خريطة الطريق هذه بالتعاون مع المبعوث ومن ثم إيجاد آلية تفعيلها ودخولها حيز التنفيذ. سيد بدر، داخليا تقول التقارير أن الوضع الإنساني صعب جدا في مناطق سيطرة الحوثيين وهناك نداءات أممية للإغاثة، ماذا لديك من معلومات في هذا الشأن كونك متابعا للملف اليمني؟ طبعا نعم، شكرا. أعتقد أن هذا التحرك الحوثي دائما يحاول
أن يخطو خطوة إلى الأمام بعيدا عن كثير من الالتزامات الداخلية، لأن هناك كما تفضلت الوضع الإنساني خطير جدا. مسألة الرواتب لم تدفع لموظفي القطاع العام خصوصا في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ما يربو على 7 أعوام. فهذه العجلة الاقتصادية الضعيفة مع تراكم عدد الحالات التي تحتاج إلى تدخل إنساني عاجل، وهناك من يقتات على المساعدات، وفي المقابل هناك بعض العراقيل التي تفرض أمام الإغاثة والمساعدات، بالإضافة إلى تحديات العالم أصلاً، غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع، أضف إلى ذلك الهجمات في البحر الأحمر شئنا أم أبينا سوف تؤثر على أسعار السلع والخدمات. اليمن يستورد 80% من غذائه، وغالبية هذه الشحنات لا تأتي عن طريق الطائرات بل تأتي عن طريق البحر، وهذا أبرز ما كنا نحذر منه في السابق من خطورة الهجمات على إمكانية أن تؤثر على المساعدات الغذائية وتأثيرها الاقتصادي الكبير طبعا. شكرا سيد بدر القحطاني محرر الشؤون اليمنية في جريدة الشرق الأوسط، كنت معنا من لندن.